السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير. هذا الفيديو أصدقاء سوف نستعرض كل الإضافات التي نزلت معنا، كذلك أخطاء ينبغي لك أن تتجنب، خصوصا خطأ قاتل قاتل جدا يا جماعة. لذلك قبل البداية شباب لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو، لا تنسوا الصلاة على أشرف الخلق محمد عليه الصلاة والسلام، وخلونا ننطلق يا شباب. بداية أصدقاء لابد لنا من الدخول لفريق الأسبوع يا شباب، لأنه تم تحديثه بالكامل وتم إضافة كثير من اللاعبين الأسطوريين. سوف نتعرض لكل بطاقة على حدة يا شباب. أول شيء بالنسبة لهذه المقابلة فهي مباراة يعني سهلة جدا يا جماعة، يعني سوف ترون يعني طريقة الانتصار فيها، يعني أعتقد أن فقط لأن بأوفر 96 وأن اللاعبين غير مدربين في مثل هذه المباراة يا جماعة، لكن لو كان اللاعبين بأوفرات عالية كنا سوف نعاني في هذه المقابلة يا شباب. لكن على العموم مباراة سهلة يا شباب، أعتقد أن الكل الآن قد حصل على 300 نقطة، لدينا الكثير من اللاعبين الموجودين في هذا المكان، سوف أعطيكم أفضل الاختيارات في هذا المكان، بداية ببطاقة ساكا بأوفر 99 يا ساتر على هذه البطاقة يا جماعة، كذلك بطاقة ليفا يا جماعة، دون أن ننسى بطاقة فالفيردي يا شباب، فبداية بطاقة ساكا أسطورية جدا، يعني نوعا ما شبه متكاملة، 4.5 في قدرة التحمل، 5 في القدم الرئيسية، 101 في الإيقاع، و100 في المراوغة يا ساتر، أعتقد هذه البطاقة أول شيء سوف أحصل عليه أنني أحتاج للعب بهذا الأوفر يا جماعة، سوف أجربها لكم وأقول لكم هل هي جيدة أم بطاقة رافينيا سوف تكون أفضل منها يا جماعة. بالنسبة للسمات الخاصة بهذه البطاقة كما تلاحظون والجهد الهجومي فهو مرتفع في هذه البطاقة، فأنصحكم ببطاقة ساكا يا جماعة لأنها أسطورية جدا يا شباب. أما بالنسبة للبطاقة الموالية معنا بطاقة ليفا، ولو أن هذه البطاقة يعني عيبها الوحيد أنها بطيئة جدا في أرض الميدان، لكن كطاقات يعني خلونا نقول 4 في القدم الضعيفة و4 في نجوم قدرة التحمل، لذلك فهذه البطاقة أنصحكم بها وخصوصا وأنه بأوفر 99، لكن إذا كنت في بدايتك في اللعبة فأنصحك أن تعتمد على هذه البطاقة، خصوصا أنه إذا كنت لا تمتلك ولا لاعب استياء أسطورة. أما بالنسبة لبطاقة الموالي معانا بطاقة فالفيردي يا جماعة، 5 في قدرة التحمل وطاقات أسطورية، يعني ألاحظ نقطة مهمة أن كل بطاقة فالفيردي مظلومة من حيث الطاقات، لكن كأداء في أرض الميدان والله محراط في الركض يا جماعة، كما تلاحظون طاقته متوسطة جدا، لكن مشكلته الوحيدة هي 3 نجوم مهارة، بالتالي لن يعمل معك حركة تغيير المسار، لكن كطاقات وكذلك كسمات فهذه البطاقة جيدة جدا في أرض الميدان، خصوصا وأنه في الجهد الدفاعي والهجومي مرتفع، بالتالي سوف تجده في أي مكان في أرض الميدان. أما بالنسبة لبطاقة كوفازيتش وباقي البطاقات فلا أنصحكم بها، يعني ركزوا لي فقط على بطاقة ساكا وبطاقة فالفيردي كلاهما جيدتين يا شباب. أنا عن نفسي سوف آخذ بطاقة ساكا لكي يعني ألعب بها بعض المقابلات، لكن إذا كنت تمتلك يعني لاعبين أفضل من هؤلاء فأنصحك ألا تصرف النقاط، جمع النقاط لأنه كل أسبوعين سوف يتم تحديث البطاقات الموجودة معنا في فريق الأسبوع، يعني الأسبوع القادم لن يتم التحديث إلا بعد الأسبوع الذي يليه، بالتالي حاول أن تقوم بتجميع النقاط الخاصة بك ولا تقوم بصرفها، وقم بتجميعها في حالة نزل لاعب تحتاجه في التشكيلة الخاصة بك يا جماعة. الآن يا شباب خلونا ننتقل لنقطة مهمة كذلك، وهي نزلت معنا بطاقة أسطورية جدا في المقايضات، تخيلوا معي أول مرة تنزل معنا بطاقة هنري، بطاقة مجانية يا جماعة كما تلاحظون بأوفر 100، بالتالي هذه البطاقة أصلا هي بأوفر 98، لكن بعد الترقية ببطاقتين ماسكرانو أصبحت بأوفر 100، يعني ما عليك سوى أخذ هذه البطاقة وتعطيها 2 ماسكرانو سوف تصبح بأوفر 101 وبالترقية البنفسجية يا جماعة. لكن كطاقات أنتم تعرفون أن بطاقة هنري واحدة من بين البطاقات البطيئة جدا في هذا المركز، لكن كمراوغات وكتسديد وكأرتو وكبورشوت كل شيء عنده متكامل، لكن أنت تلعب بلعب ال دبليو بالتالي ينبغي لك أن يكون هذا اللاعب نفاتة، فبالنسبة لطاقة هذا اللاعب فهي متكاملة جدا، حتى السمات عندها متكاملة، لكن بالنسبة للجهد الهجومي والدفاعي فهو متوسط، لكن قدرة التحمل الخاصة به والإيقاع وكذلك التسديد فيعني خلونا نقول أنها بطاقة عادية، لكن لو كنت يعني تمتلك ال دبليو بأوفر 97 أو أقل فأنصحك أن تأخذ هذه البطاقة، لأنها أول شيء كطاقة جيدة جدا، وثاني شيء أنها سوف تساعدك في رفع الأوفر الخاص بتشكيلتك. أما بالنسبة للمتطلبات فأعتقد أن هنالك متطلب واحد هو الصعب، هو لاعبين بأوفر 98 إذا كنت تمتلكهما حاول أن تضعهما واحصل على واحد من بين أفضل البطاقات في مركز ال دبليو،
بالتأكيد بطاقة مجانية جماعة، لذلك حاولوا أن تعتمدوا على هذا اللاعب في هذا المركز، لكن بالنسبة إلي لن أحصل عليه لأنني أمتلك راشفورد يا جماعة، حرفيا واحد من بين أسرع اللاعبين في هذا المركز. لذلك خلونا ننتقل الآن للنقطة المهمة والأساسية وهي سبب هذا الفيديو يا جماعة. لو توجهنا للمقيدات الخاصة بالوقت الإضافي كما سردت لكم سابقا، فقد تم تحديث الحظ الخاص يعني المقيدات كلها يا جماعة. لو توجهنا للمقيدة 97 وال103 وعملت هذه المقيدة، فأكثر اللاعبين الذين سوف تحصل عليهم من هذا المكان هم اللاعبين 99 يعني أوفر 99، عوض كان سابقا نحصل فقط على لاعبين 98، الآن أصبح يعني الحظ جيد جدا وأصبحت تحصل على لاعب 99 من هذه المقيدة. لكن لو كان الحظ الخاص بك جيد سوف يكون ضمن هؤلاء اللاعبين 99 لاعب بأوفر 100 أو 101 فما أعلى يا جماعة. لذلك حاولوا أن تعملوا هذه المقيدة، لكن كما تلاحظون في الأعلى في هذه المقيدة يعني ككل تبقى لها فقط 13 يوم وينتهي هذا الحدث أو الحدث الوقت الإضافي يا جماعة. لن تكون هنالك أهمية للتقن الذي سوف تقوم بتجميعه، لن تكون أهمية حتى للمقيدة سوف يتم حذفها يا شباب. لذلك أنصحك يا أسطورة لا تكرر أو لا تعمل المقيدة الخاصة بالوقت الإضافي أو لا تقوم بتغيير اللاعبين الخاصين بك للتقن، لأنه تبقت لك فقط مرة واحدة تقوم بتفتيح في هذه المقيدة وكذلك المقيدة الموالية التي أسفلها، ثم سوف ينتهي هذا الحدث. لذلك حاول إذا جمعت تقريبا 4000 تقن حاول أن تفتح هذه المقيدة وكذلك المقيدة 101 ولا تكررها مجددا أو لا تقوم بعمل المقيدات الخاصة باللاعبين، لأن هذه المقيدات سوف تنتهي نهائيا يا جماعة ولن يتم تحديثها معنا مجددا يا شباب. لذلك هذه أهم نقطة ينبغي لكم التركيز عليها، وهي أن هذه آخر مقيدة سوف تكون معنا في الوقت الإضافي يا شباب. حاولوا يعني أن تقوم بتفتيحها، يمكن أن يبتسم لكم الحظ يا شباب. وخلونا ننتقل لآخر نقطة يا شباب وهي الحدث الخاص بالذكرى السنوية، وقد فتح معنا القسم الأخير يا جماعة. خلونا نشوف ماذا يوجد في القسم الذي فتح معنا. خلونا نتوجه للمكافآت يا شباب ونطلع على الجوائز الموجودة معنا. يلزمني أن أغيره للغة الإنجليزية يا شباب حتى يعني يتم إصلاح المشكلة الخاصة بالحدث يا شباب. خلوني لما أغير اللغة سوف أعود لكم يا أصدقاء. خلونا نتوجه مباشرة كما تلاحظون هذه الإضافة التي تم، يعني أعتقد أنه تبقى فقط أسبوع واحد وسوف ينتهي معنا هذا الحدث، وبعدها غالبا سوف يكون حدث السكريم تيم يا شباب. خلونا نتوجه للإعدادات حتى نغير اللغة. كما تلاحظون الآن أصبح الحدث جاهز يا شباب. بالنسبة للجائزة الأخيرة فهي عبارة عن يعني مسكران واحد، كذلك لا تنسوا أن تحصلوا على البيضة الموجودة معنا يا شباب. أعتقد أن فيها لاعب 96 يا شباب كما تلاحظون. خلونا نتوجه حتى نغير اللغة بالسرعة يا أصدقاء. أين هي اللغة الإنجليزية على هذا الشكل؟ خلونا نعود للحدث حتى نتأكد يعني هل الحدث يعني جيد أم لا يا شباب. حتى الجوائز سوف نرى هل هي جوائز أسطورية أم فقط يعني مضيعة للوقت يا جماعة. يلا بسرعة يا حدث، خلونا نشوف الريورد ما الذي يوجد فيها. يعني كما تلاحظون هذه الجوائز سوف تقوم بتفتيحها من خلال التوكن، لكن على العموم بالنسبة لآخر جائزة سوف تكون عبارة عن بطاقة واحدة من بطاقة ماسكرانو. والله هذا ماسكرانو يعني سيء جدا يا شباب، يعني نحصل عليه بشكل قليل جدا يا شباب. أما بالنسبة للبيضة سوف نحصل فيها على لاعب بأوفر 96 و500 ألف كوينز كما كنت قد سربت لكم سابقا يا شباب. خلونا نحصل على هذه البطاقة. تبقت أعتقد بيضة واحدة سوف تكون معنا في الأسبوع الأخير يا شباب، وسوف تكون في القسم الذي سوف يفتح معنا يا جماعة. لذلك يا أصدقاء أعتقد أن هذا كل ما كان معنا في هذا الفيديو يا شباب. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب في الفيديو. شكرا لكم على المشاهدة يا جماعة.